الحكومة كالعادة تعد بإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، وتؤكد دخولها في مرحلة التحضير لمنع أي مضاربة خلال الشهر الفضيل وحماية كذلك القدرة الشرائية للمواطن. وبين تطمينات الحكومة تتعالى أصوات التجار بضرورة رفع التجميد عن استيراد مواد استهلاكية ضرورية خلال شهر الفضيل لإغلاق الأسواق وتخفيض كذلك الأسعار، وإلا تبشير الجزائريين بأسعار عالية تفوق قدرته الشرائية التي تنوي الحكومة حمايتها. وبين كل هذا حملة مقاطعة أخرى يرفعها الجزائريون تحت شعار خليها تفسد كسلاح وحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار التي لا تصوم في الجزائر. الحكومة تطمئن التجار يتحججون والجزائريون يلوحون بالمقاطعة خلال شهر رمضان. موضوع حلقة اليوم من برنامج مع الحدث. مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث. لإثراء هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من السيد الحاج طه البولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. كما أسعد كذلك باستضافة السيد الحاج جعلال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة. مرحبا بك سيدي. شكرا. أسعد كذلك باستضافة السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده. مرحبا بك سيدي. البداية تكون من خلال تصريحات الأسبوع الماضي، تصريحات وزير التجارة بخصوص تطمينات تطلقها الحكومة بوفرة المنتجات خلال الشهر الفضيل. نبدأ باتحاد التجار، هل تتوقعون أن تكون هناك وفرة وعدم وجود أي مضاربة في الأسعار خلال الشهر الفضيل الذي لا يفصلون عنه سوى شهر فقط؟ ولن لا يختلف رمضان 2018 عن بين قوسين رمضانات السنوات الماضية وخاصة الأخيرة، السنة الأخيرة 2017. وأحيانا جرت العادة دائما قبل شهر رمضان يكثر الحديث كما يقولوا، أحيانا يكثر الحديث المبالغ فيه على الأسعار، في حين أنه الأسعار لا تختلف كثيرا عن الفترة الماضية لسببين. السبب الأول ممكن أن رمضان كي نقصدوا مثلا المواد الغذائية وبالأخص الخضر فواكه، رمضان ما ينساوش أنه يجي في الفترة نتاع بداية موسم جني المحاصيل الصيفية اللي تبدأ من ماي وجوان، معناتها ماشي راح تكون ندرة في الخضر فواكه. بالنسبة للحوم أيضا ما كانش الكمية المتوقعة ولا المحضرة لرمضان 2018، تقريبا نفس الكمية الجزائريون يستهلكون خلال شهر رمضان بين 70,000 و80,000 طن نتاع اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان. فقط أنه كان حاجة مع منع استيراد اللحوم المجمدة هنا ممكن يأثر في الأسعار. لذلك احنا من بين المقترحات العاجلة اللي نطالبوا بها الحكومة ممثلة في مصالح وزارة التجارة هي السماح باستيراد بعض المواد التي لا تنتج هنا أو ناقصة، مثل اللحوم المجمدة، مثل الفواكه الجافة والمكسرات اللي ممكن إذا لم يتم استيرادها مع أنه لا تنتج هنا أو ناقصة ممكن هذا يخليها الأسعار تاعها في رمضان. وهذه ترتفع. المواد هي الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان وفترة الصيف كذلك. نعم. الأمر الثاني، اسمح لي، في الأمر الثاني أنه بطبيعة الحال كما جرت أيضا العادة دائما اليومين ولا ثلاثة أيام، الأيام القليلة قبل رمضان والأيام الأولى من شهر رمضان ترتفع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب. والدليل على ذلك أن ما هوش ما ارتفعت الأسعار لأنها في رمضان. علاش ترتفع في الايام الاولى تاع رمضان؟ لان اغلب الجزائريين، ورانا كامل الجزائريين نعرفوا ان يومين ثلاثة ايام قبل رمضان نبداو ثقافة استهلاكية بمناسبة رمضان ولا بحجة انه رمضان، هيا لازم نعمر الثلاجة نتاعي ولازم نعمر المخزون تاعي في البيت. هذا طيب ممكن. تطرح ان كل ما يقال عليه عن الاسعار مجرد مزايدات فقط، احيانا نبالغ فيها، احيانا مبالغ فيها. سيد حاج طه جعلال، فقط بخصوص الوفرة، هل هناك وفرة عام هذا العام، عام خيرات في الجزائر، هل ستكون هناك وفرة خلال شهر الفضيل؟ أولا شكرا على الاستضافة. بسم الله والصلاة على رسول الله. أولا اسمح لي أن أرحم على شهداء الوجه، هذو شهداء أبناء الجزائر الله يرحمهم، وهذا الإخوة الصحراويين اللي كانوا معهم على متن الطائرة الله يرحمهم برحمة الله، وإن شاء الله ربي يحتسبهم مع الشهداء. شوف أخي، على كل حال أنا واش كان يقول الأخ الفاضل، احنا اعتدنا يعني كل سنة، وهذه مش غير الجزائر، أنه كل الدول اللي تصوم وعندها العقيدة الإسلامية أنه من بعد يعني قبل رمضان بشهر أو يعني مدة معينة تكثر الهدرة، وهذه عملية صحية مليحة.
ولكن لأن حبيت نقول حاجة، الوضع اللي رانا نعيشوا فيه اليوم كما كنا نتكلموا قبيلات قبل ما ندخلوا، هو الأقدار ما يعلم بها إلا ربي سبحانه وتعالى. ولكن احنا اليوم كناس مهنيين ورانا رايحين نديروا التصريح نتاعنا والتحليل نتاعنا طبقا للواقع الموجود فوق الأرض، أنه كل المنتوجات الفلاحية فهي لأنه أنا نعود نولي الوحدة القاعدة، ما ننجموش نخرجوا عليها، عندما نخرجوا عليها نصبحوا نديروا في المبالغة ولا الديماغوجيا، قضية قضية عرض وطلب. اليوم المنتوجات الفلاحية درك أنا كنتكلم مع أخي، هي الـ 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 المادة الأساسية اللي الجزائريين دائما تقلقهم هي البطاطا، راهي في متناول الجميع وماش تنتبع، يعني المخازن عبر التراب الوطني موجودة مملوءة، ماشي موجودة طيب. فائض تربية هناك فائض عندنا اليوم فائل. وتكلم الأخ الفاضل أن رانا على الموسم الدخول نتاع ما ينساش الفلاحين اللي يديروا البطاطا تخوفهم الجلبانة والفول والقرنون يعني دخلوا راه مكتسحوا السوق كذلك. جعلال هذا الكلام نتكلموا عليه في كل سنه، اسمح لي درك نزيد نكمل لك نعطيك قضيه ضبط قضيه اخرى. لا درك نجاوبك الان، نجاوبك يا سي امين مع المشاهد الجزائري الذي نجاوبك بكل صح. شكرا. انا اليوم عندما نمشي لكل الاسواق الوفره راهي لدرجه ما تتصورش، والاسعار جد معقوله. حاجه واحده اللي لازم نصنفوها، وهو كاين بعض المحلات اللي في بعض الاحياء الراقيه ولا في بعض الاحياء اللي هو يجيب سلعه تسيب، كاين لا ديفيرونس ما بين الاحياء ما بين الاسواق الشعبيه وما بين الاسواق اللي بعض المحلات عندها خصوصيه في الاحياء نتاعها. سيد جلال لكي لا نتهم فقط التاجر، لانه حتى الفلاح راه حلقه موجوده، لكي لا نتهم كذلك التجار فقط. لا 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 ني جايك انا ما نتهم حتى انسان، انا راني نقول لك باللي انا فلاح والقطاع الفلاحي فهو مكلف بالإنتاج. طيب هذا السنة هل تتوقع وفرة في المنتجات الفلاحية؟ سوف أجيبك بكل صراحة وبكل موضوعية. هذا العام يكون المنتجات الفلاحية بكل أنواعها موجودة، والدليل على هذا راني نقول لك باللي رايحين ندخلوا في الموسم من تعجني بعض المنتجات. اثنين السؤال اللي أنا راح نطرحه الأخ راح تكلم عليه ولكن ما طرحوش، ما هو الفرق ما بين اليوم والخضرة اللي راهي موجودة وعند ما دخل شهر رمضان المعظم؟ أنا نقول لك شو هو الفرق، الثلاث أيام الأولى فقط سواء في الخضروات سواء في اللحوم، نهار اللي تعقب الثلاث أيام الأولى اللي الجزائريين يروحوا يعمروا قاعتين الديور، وكل واحد يقول لك أنا نعمر 10 أيام باه ما نظلش نعيا في رمضان وراني صايم، يعاودوا يقعدوا الإخوة طيب. الخضارة غياب يعدل. ثقافة استهلاكية لدى المواطن الجزائري من هذا التجار يرى أن هناك مزايدات في جمعية التجار، يتكلم على مزايدات أو مبالغة، يعني عادة ما تكون غياب ثقافة استهلاكية نشوفوا الجزائريين بكثرة تهافت على المنتجات خوفا من ارتفاع الأسعار، وهو ما يرفع الأسعار. الحكومة تعد وتطمئن بوفرة المنتجات، غرفة الفلاحة تتكلم أنه المنتجات موجودة وكل المنتجات تخضع لقانون العرض والطلب. لماذا دائما نفتح ملف الأسعار خلال الأعياد الدينية والمناسبات الدينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد مثل الشعبي يقول لك محقورتي يا جارتي، يعني وللأسف الشديد وين نلقاو مشكل، شكون هي الحلقة الضعيفة؟ المستهلك. المستهلك هو سبب ارتفاع الأسعار، هو سبب ارتفاع يعني الندرة، هو سبب إلى غير ذلك من الأمور. أنا أعتقد أننا لازمنا نترفع عن هذا الحوار ونشوف الأمور يعني بمسؤولية. أخي الكريم، ما يحدث هذه السنة لا يختلف عن السنوات الماضية، والشاطر سيد بنوار يعني كان حتى أنه ممكن يعني تخرجوا كاش حصة من حصص السنوات الماضية ونزيدوا نديروها ويمر الأمر يعني، ولكن هنالك بعض الخاصيات وبعض الأمور التي نحن كمنظمة لا تطمئننا هذه السنة. نذكر لك من بعضها. أولا قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، ونعرف أنه في هذه القائمة هنالك عدة مواد يتم استهلاكها بشكل كبير في السوق الجزائري، معروف الفواكه الجافة، زبيب، بعض المكسرات إلى غير ذلك. أنا سمعت يعني يقولوا بأن الجوزة ويدير 500,000 دينار، ماهيش مادة حقيقة راك تأكد. الله أكبر. إذا يعني لما يلحق الجوز 500,000 ورانا رايحين، هذا أمر. الأمر الثاني هو أنه وللأسف الشديد احنا اعتقدنا أننا تخلصنا من رخص الاستيراد، ولكن وهذا أشرت إليها معك أخي كريم منذ بعض أشهر، أنه وزارة الفلاحة مصالح وزارة الفلاحة وبالأخص مصالح البيطارية تقوم بتقليص الكميات الخاصة بما يسمى بالاعتمادات الصحية
الان يعني الناس اللي راهي تشري يعني بودره الحليب الخاصه بها يعني المحولين تاع الاجبان محولين تاع مثلا يعني الفرماج الى غير ذلك تم تقليص الكميات تاعها كما انه تم تقليص كميه اللحوم الطازجه المستورده هذه نعطيها لك هنا اللي كان مثلا ما يسمى بالاعتماد الصحي ديروغاسيون سانيتير اللي كان يدي مثلا 20 طن اعطاه له 8 ولا 10 اطنان يعني هذه قبل ما ندخل الاستوديو فقط تاكدت من المعلومه اي تاثير في هذا بيصير اي تاثير اذا ما تكونش هنالك الوفره بطبيعه الحال الاسعار ترتفع زيد نعطيك حاجه واحده اخرى الاسعار اللحوم الطازجه يعني البقري في السنه الماضيه عباك شحال كدير جمله كدير 70000 هذه السنه عباك شحال يدير 100000 زياده 40% يعني ما هي هذه الاسباب اين هو الضبط لما تحثوا ايضا عن عن عن, عن نقولوها عن جشع وعن تخوف وعدم وجود نظام تتبع أخي الكريم هنالك مرسوم تنفيذي في 2016 يتحدث عن الوصول وسندات ممارسات تجارية بين الفلاح والتاجر وتاجر التجزئة إلى غير ذلك رانا في 2018 إذا ما نشغل وراه هذه سندات طيب لحد الساعة لم يتم العمل بها طيب إذا لما نشوفوا هذه العوامل الموجودة اسمح لي أنا لا أعتقد وأتمنى أني مخطئ لا أعتقد أنه يعني سوف تكون هنالك وحتى إن كانت وفرة فلن تكون بالأسعار المعقولة التي لابد أن تكون لماذا عليها في رأيك باختصار السنة. لماذا في رأيك ما كانش ضبط لا يوجد ضبط لا يوجد ضبط قبل الحديث عن الضبط سيد طاهر بولنوان نتكلموا على قضية الممنوعات من الاستيراد الآن الكل يعرف أن هناك بعض المنتجات تم منعها من الاستيراد في إطار قائمة 851 منتوج هل بكم ارتفعت هذه المنتجات نعم المطلوبة في السوق الوطنية تكلم عليها ولا عندما نتحدث عن الممنوعات المواد 851 ولا أكثر المواد الممنوعة من الاستيراد ابتداء من 1 جانفي 2018 يجب أن نعرف أن مخزون أغلب هذه المواد المخزون تاع 2017 يكفي لتلبية الطلب حتى نهاية الصيف بل بعضها حتى نهاية 2018 لكن بأسعار فقط مختلفة نعم فقط بعض المواد المعينة مثل المواد التي لا تنتج محليا لأن عندما نمنع منتوج من الاستيراد لابد أن نحقق البديل هو رفع الإنتاج الذي يعوض الكمية التي منع استيرادها طيب لكن الأسعار يوقع خلل نتكلموا كذلك على الأسعار الأسعار ليست نفسها يعني أسعار الجوز وأسعار كل هذه بل حتى بعض الأسعار تاع مواد التنظيف بعض أسعار تاع مواد التجميل اللي زادت احنا التقديرات نتاعنا تقول أن الزيادة متوسط الزيادة في المواد متوسط الزيادة هنا نقولوا في المواد التي منع استيرادها يتراوح بين 15-20% هذا متوسط زيادة بل حتى بعض المنتوجات اللي ممنوع استيرادها من 1 جانفي ولحد الآن ما زادتش لأن كنت نتكلموا على المواد كامل نتكلموا كامل لماذا لأن أغلب المواد المخزون تاعها 2017 فقط هنا اسمح لي الكرة ماهيش فقط كمستهلك كفلاح كتاجر أيضا طبيعي. المنتج اسمح لي لأن الهدف من منع هذه المنتوجة من الاستيراد ما هو تشجيع المنتجين لزيادة الإنتاج اللي يعوض هذاك المنتوج منقص الدور تاع المنتجين الان سواء المنتجي مواد التجميل منتجي الصناعه الغذائيه الفواكه الجافه المكسرات وراه لا يوجد الدور تاع المنتجين هنا مش فقط الفلاح او التاجر او المستهلك لان اسمح لي كنت طيب في هذا الاطار لكي نخرج على لكي نبقى دائما في الموضوع نعود الى قضيه المنتجين فيما بعد لكن في قضيه المنتجات الاستهلاكيه المطلوبه في خلال شهر رمضان تكلمت انه طالبت انه يجب على وزاره التجاره اعاده مراجعه القائمه من خلال فتح او ترخيص مؤقت لاستيراد اللحوم المجمده هل يعني ان الجزائر لا تملك ثروه حيوانيه من اجل ان تكون الاسعار اللحوم خلال شهر رمضان مرتفعه الانتاج تاع اللحوم ما يزيدش في 6 اشهر ولا 8 اشهر لان كي نقولوا انتاج اللحوم باش يزيد لازم تزيد الثروه الحيوانيه نتاعك احنا مازلنا في 24 ولا 25 مليون راس من الغنم مازلنا ممكن في حدود عدد الابقار ما يتجاوزش 2 مليون راس اذا ما توقعش انها الزياده تاع الكميه اللحوم اللي منع استيرادها باش تعوضها في 4 اشهر ولا 6 اشهر هذا ممكن بالك في الزياده في اللحوم الانواع تاع اللحوم اللي الفتره تاع الاستثمار تاعو قصيره كما الدجاج اللحوم البيضاء هنا ناكد لك ان اللحوم البيضاء الأسعار تاعها المتوقعة خلال شهر رمضان ماشي راح تكون تختلف على رمضان اللي فات لماذا؟ لأن المربين نتاع اللحوم البيضاء المنتجين نتاع اللحوم البيضاء كامل راهم يأكدوا بأن الكمية المخصصة لشهر رمضان ماهيش كما قال ماهيش بعيدة عن الكمية تاع رمضان اللي فات لذلك اللحوم البيضاء ماهوش راح يكون ارتفاع في الأسعار كما قلت فقط من أجل المساهمة في تخفيض أسعار أو على الأقل استقرار أسعار اللحوم الحمراء لابد أن يمنح رخصة
مؤقتا لاستيراد اللحوم الحمراء. هل توافق هذا الرأي سيدي مصطفى؟ رخصة لابد منها يعني، وانا متأخرين فيها يعني. إذا كان لابد وأن نطلق يعني بعض الرخص الآن على شهر من رمضان، ما كان حتى واحد يمكنه استيراد هذه الكميات. ولكن فقط أريد أن أعقب على الثروة الحيوانية اللي ذكرتها. يا أخي نحن الآن نقوم باستنزاف الثروة الحيوانية تاعنا. هل تعلم بأن الخروف النعجة راهي تذبح؟ هل تعلم بأن البقرة راهي تنذبح الآن؟ غير كما رصنا الأجهزة الرقابية وحدثناهم عن هذا الأمر، هنالك استنزاف نقول لك بتواطؤ وللأسف الشديد للثروة الحيوانية. هل تعرف بأنه ما عندنا من ثروة حيوانية لا يغطي حتى 5% من متطلبات السوق طيب الوطني؟ في هذا ما عندناش يا أخي القاري طيب. نقولها بصريح العبارة، طبيعي أن ترتفع الأسعار. طبيعي أن ترتفع الأسعار. لا لا ماهوش طبيعي. لما نشوف السوق الوطني لا لا. لو نتكلم على منطق العرض والطلب طبيعي أنت تقول 5% سي مصطفى سبتي. نعم بس نقول لك حاجة، بصح هنالك ميكانيزم الضبط، هذه اللي هضرت لك عليها، انه لما يكون منتوج تاعنا ما يكفيش عندنا الاستيراد وهذا ما نقوم به ورانا نستورده في اللحوم. الان الاشكال والسؤال يبقى مطروح، هل ترى في البورصه العالميه اللحوم زادت؟ علاه في 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 جويليا يعني كتب 70,000 درك يدير 100,000 فايده 100,000 والصرا الان لما يهضر لي على الدواجن يعني وخالفه الراي. الدواجن السنه اللي فاتت كان دير 30,000 الكيلو، هذا الاسبوع يدير 37,000 الكيلو، وعلاه زاد والصرا؟ للأسف الشديد هذا هو لازم نعرفه، باللي عندنا حاجة تسمى وللأسف الشديد في نفوس البعض شهر رمضان. شهر رمضان هو ربح، شهر رمضان هو رفع الأسعار، شهر رمضان هو بعض الأغذية المميزة التي يقتنيها المواطن بأي ثمن. وعلاه والصراع يعني حرب، ما عندناش في حرب. هنا تدخل الأجهزة الرقابية الأجهزة التنظيمية. ونزيد لك حاجة واحدة أخرى، السنة الماضية إذا تتذكر كانت هنالك نشاطات وحملات لأجل الأسواق الجوارية وقد ساهمت بجزء كبير في وفرة المنتوج. هل ترى هذه السنة سمعت أنت أسواق جوارية يعني من غير ربما نشاطات الفردية التي سوف يقوم بها اتحاد العام التجار الحرفيين؟ بصح السنة الماضية كان هنالك تنظيم الأسواق النظامية الأسواق الجوارية وكانت هنالك يعني شوية رحمة، ولو أن الأسعار كانت ملتهبة الأسبوع الأول بصح كان شوية رحمة. لهذه السنة لا نسمع حديث إطلاقا عن الأسواق الجوارية. طيب أنت تتوقع أن ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان ككل سنة؟ لا أتمنى من جهتكم أتمنى أن لا ترتفع، ولكن ما كانش هنالك بوادر بأن لا ترتفع. طيب السيد الحاج علان، كذلك المنتجون متهمون بالمضاربة وليس فقط التجار. شوف أخي كلمة المضاربة لازم نديروا لها التعريف تاعها. سيد اسمح لي مليح سيد الحاج علان، أنت تقر بوجود وفرة، لماذا ترتفع الأسعار؟ اسمح لي خليني أهدر معك مليح. درك شوف كي نحبوا نتكلموا الكلام سهل، كي نروحوا للواقع واقع الواقع شيء آخر. نتكلموا على الوفرة الأسعار مرتفعة هذا هو الواقع. شوف لازم أن نفرقوا ما بين المنتوجات اللي راه ينتجها الفلاح الجزائري وراهي في الأسواق على مدار السنة، وربما نوافق الآخر راهي تصرى اختلالات في شهر رمضان. أما نروح لبعض المنتوجات اللي لا علاقة لنا بها كقطاع فلاحي، أنا ما نتكلمش على الشيء اللي لخاطر أنا ما نتكلمش نعرف كلش مثلا صح. أنا أتكلمت على اللحوم، نتكلموا على اللحوم ونتكلموا على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والفواكه. تفضل نتكلموا على اللحوم. صح اللحوم الأخ كان يقول بلي كاين استنزاف في الثروة الحيوانية، ممكن عنده الصح، أنا مانيش ربما راه مطالع على ملفات أحسن مني. يا أخي اليوم الشعب الجزائري عندما نشوفوا الثروة الحيوانية نتاعنا اللي نقدموها على مدار السنة يأكل من عند السوق الوطنية. نهار يلحق سيدنا رمضان هنا قلت لك باللي قبيلة القاعدة الأساسية في التجارة وإلا في التعاملات هي العرض والطلب، كاين كمية راهي رايحة تولي ناقصة في السوق ويستحقها الشعب، والمنتوج الوطني اللي راه موجود دركا ما يكفيش ما يغطيش. إذن أنا هنا في الحالة هذه ما نرهنش المواطن اللي غلبان على رأس العام به يأكل في رمضان هم وليدات الشربة، نقول له بحكم المنتوج الوطني وما توكلش ولدك اللحم. لا الدولة من المهام نتاعها ومن مسؤوليتها حماية المواطنين إليكي، ولكن تكون بطريقة مدروسة باش نجيب لو مونك. بصح انا راني راح نقول لكم حاجه واحده على غلاء نتاع اللحوم. يا اخي ايو نروحوا قاعدين نديروا وفد نمشيوا للهضاب العليا ونشوفوا هذا الناس الطريقه باش كيفاش راهم يعني الطبيعه والمشاكل اليوميه نتاع الانتاج باش يحصلوا ويوفروا لنا الخروف باش نديروه يروح للبطوار يذبح وناكلوه اللحم. هذا الناس راهم يعانوا في الدنيا،
كاين بعض الموالة ولادهم ما قراوهمش دايرينهم يصرحوا في القطاع نتاعهم باش يعاود يعاونوا في المداخل، لانه كي يجيب خدام يصبح ما يخرج. اليوم نروحوا للاعلاف راهي لا حدث ولا حرج. اذا لانتاج اللحوم في الجزائر، انا حبيت حاجه واحده تسمح لي باش نوضحها مليح. انتاج اللحوم في الجزائر راه كاين اكثر من 20 مليون قاطع. ال 20 مليون هذه التكلفه نتاع الغنم في الجزائر، والا اللحم في الجزائر مش هي نفس التكلفه اللي راهي في اوروبا، لانه الفلاس ليست نفس التكلفه الموجوده في اوروبا. لكن هل لا مش نفس التكلفه 1400 و 1200 1300 دينار، هل هو سعرها الحقيقي؟ التكلفه تاع المربي الجزائري اكثر من المربي نتاع اوروبا لسبب بسيط نعطيه لك. انه شوف تربيه اللحوم وتربيه المواشي في اوروبا يعني بالطبيعه نتاعها عندها كل الوسائل تاع التغذيه وتاع الانتاج. هنا في الجزائر الفلاح هو اللي يكريوي يروح مسكين، انا نعرف من الجلفه ومن الغواط يمشيوا للبشار باش يسيبوا العشمه، هو يشري الشعير، هو يشري النخاله، يعني كل هذه الوسائل تاع الانتاج اللي توصل لي الخروف باش ينذبح باش نديروا لحم يديروا الفلاح على العتق نتاعو. اذا التكلفه راهي تطلع، ما نغلطوش الناس. طيب. اسمح لي هذه واحده. اما فيما يخص الدجاج يا اخواني، نعاود نقول العام اللي فات رمضان تاع العام اللي فات الجزائريين يشهدوا عليها انه عقبناه من ناحيه اللحوم الحمراء ومن ناحيه الخضروات في الرحمه من رحمه الله تبارك وتعالى، ما نسودوش الامور. درك تبقى لنا في بعض المواد، في نفس الوقت يجب التمني على الشعب الجزائري انه لا نتمنى لا نتمنى شوف احنا اسمح لا انه العام الفارط كانت الاسعار كانت العسل. شوف اش حبيت نقول لك، حنايا الفلاحين اليوم رانا نهار اللي الضربه تجينا، فانا عدت فلاحين نعرفهم فلسوا راحوا نتيجه انتاج فائض وما صابوش لمن يبيعوه، ولكن قانون اللعبه رانا صابرين لرب العالمين. لانه اليوم انسان دار مساحه كبيره نتاع بطاطا وما تبعتلوش يا اخي راه صبر، ولكن المنتوج راه معروف. ولكن حنايا حابين نقولوا حاجه واحده، انه المنتوجات اللي راهي كلها اللي راهي قبلنا في الصوره كلها نتاع جزائر. نعطيك معلومه، كانت واحد الحاجه تجيبوها لنا من الخارج خاوتنا ربي يهدينا ويهديهم، العنب اللي كانوا يبيعوه 80,000 و90,000 اليوم جزائريين داروه في بومرداس وداروه في 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 في, في معسكر ورانا يخرجوا فيه ورانا ناكلوا. الا كاين عنب راه يتكل العنب تاع الجزائر. شكرا سي زيد حاجه اخرى الى حد الساعه في الوقت اللي راني نتكلم معك درك سي امين، رانا ناكلوا لا طامسون تاع الجزائر. عندنا عامين ولا ثلاثه كنا نهضروا هنا عندك وقلنا باللي كنا المشكل نعم. انك تاكل منتوج وطني لكن بسعر مرتفع، هذا ما هذا ما يطرحه الجزائريون. المشكل اننا ناكل منتجات وطنيه، نعم. نشجع منتجات وطنيه لكن الاسعار مرتفعه. اسمح لي شوف لا نشوف انه كل المنتوجات موجوده في الجزائر. اسمح لي هاني جايك للتفاح. انت جزائري اللي كاين يدير 12 و15,000 وما كانش يدفع. خليني نقول لك على التفاح. هذا الشحراوي يدير بكل موضوع 40,000 صح بكل موضوع يا سي امين. هنا نقطة التوضيح، القطاع الفلاحي عندنا زوج مواد مازال ما عندناش متحكمين فيهم، الحليب والحبوب. قضية الحليب سنعود إليها. اسمح لي، عندنا البنان ما نتكلموش عليه ماناش دولة منتجة، أما قضية التفاح واش راه يقول الأخ الفاضل؟ أني معاه. عندنا منتوج مرتفع لأنه غير مرخص للاستيراد. غير مرخص للاستيراد. لماذا ترتفع الأسعار؟ موجود منتوج وطني بوفرة، تكلمت أنه هناك فواكه موجودة بوفرة، الموسمية موجودة، الموسمية موجودة، اليوم الحوامض راه موجودة طامسون إلى حد الساعة. يا سيدي الكريم، التفاح الجزائري تفاح باتنا أو يسوق بأكثر من 250 دينار. صح. لأنه هل هذا منطقي؟ قليل العرض، الطلب راه غالب العرض. عندنا ثلاث ولايات ولا اربعه، عندنا باتنا، عندنا خنشله، وعندنا الاخوه في بنشكا وفي المديه. اذا الانتاج نتاع التفاح ماهوش كافي في الجزائر. طيب هل سأعود اليك الحاج طاهر بولنوار، هل يعني ان هامش ربح التاجر الجزائري كذلك هو يتعرض الى مضاربه داخل المنتجين؟ اسمع لي سي امين، اولا معليش حتى احيانا كي نختلف، اولا صحيح احيانا نضطر باش يكون عندنا خطاب موجه للعامة تقدر تقول بين قوسين شعبوي، لكن كي نجيو نشوفوا خطاب علمي ناخذوا من الدول اللي عندها تجارب قديمة وطويلة وعريضة ومؤسسة وعلمية كيفاش قضات على هذه اضطراب الأسعار والمضاربة والاحتكار. هذا كيكون عندنا خطاب علمي، اما الخطاب الشعبوي نقدروا نهضروا التجار خاطيهم وراه محقورين، سي زبدي يقول لك لا التجار ظالمين. اسمع لي اسمع لا لكن اسمع لكن لكن تقرون انه اسعار متذبذبه، انتاج وفير واسعار متذبذبه. خليني اطرح لي سؤال خليني نجاوب. تفضل.
أول قاعدة، أول قاعدة كدير في بالك، للقضاء على جميع مظاهر الاحتكار والمضاربة، كثر الإنتاج. عندما يزيد الإنتاج تلقائيا تجيب أحسن مضارب وأحسن محتكر في العالم، ما يقدر يحتكر، ما يقدر يضرب. والدليل على ذلك احنا عندنا في السوق كاين بعض المنتوجات اللي الأسعار تاعها انخفضت، ما عندها شهرين ثلاثة شهور انخفضت ب 50% ب 100%. نعطي لك مثال، البطاطا انخفضت الأسعار تاعها، الجزر زرودية شحال راهي درك انخفضت، معناتها تقريبا حتى بعض الفلاحين يقول لك انهيار تاع الاسعار. السلطه راهي الاسعار انخفضت. اذا كان الاحتكار ولا التجار ولا الفلاحين، علاش ما لا ماشي كامل يديروها 100000 ولا 20000؟ اسمع خلي نكمل، خلي نكمل، انا ما قطعتكش. هذا الامر الاول. اذا القاعده الاولى انك تزيد من الانتاج، كي تزيد من الانتاج كيكون كاين فائده في الانتاج كما ذكر سي الحاج، قاعده العرض والطلب. لان احنا احيانا كثير نتكلموا على الاسعار لكن ما نتكلموش على العوامل اللي تؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض الاسعار. القاعدة الثانية هي أنه توفير ما يسمى بتحسين وتأهيل شبكة التسويق. قال السي زبدي قبيلة نقطة نشاطروا فيها، بقية النقاط ما نشاطروش، هي أنه تصير مع بعض الأماكن اللي فيها مثلا عدد السكان كبير، عندها 2 ولا 3 ولا 10 محلات فقط، ما فيهاش حتى سوق جوارية، معناه المنتوجات المعروضة تكون قليلة، أو مساحات ما يسمى مساحات عرض المنتوجات بالتجزئة تكون قليلة، إذن طبيعة الحال الأسعار تاعها تزيد. الأمر الآخر ثاني اللي نقوله لك، أحيانا احنا الخطاب نتاعنا، أحيانا نتقلقوا نتكلموا، الخطاب نتاعنا على ارتفاع الأسعار في مرحلة يفيد المضاربين، وحتى ولو كان بحسن نية كيقول الأسعار يا المواطن الأسعار ترتفع ورمضان وين غيكون، معناتها واش إذا المواطن يخاف، كي يخاف الطلب نتاعو يزيد على المنتوجات يبدا يخزن، كي يبدا يخزن الطلب يزيد، إذا الأسعار ترتفع. أحيانا نقولوا خطابات تخويفية للمواطن، احنا نقولوا بلي ربما رانا ندافعوا التجار ندافعوا المواطنين، لكن الخطاب التخويف راه بطريقة غير مباشرة وممكن رانا متورطين أثر على المستهلك، رانا مع المضاربين نشجعوا فيهم، لأن من جهة تخوف المواطن، المواطن ما دام يخاف يزيد التخزين تاعو الأسعار تزيد. لذلك اسمع نختم بحاجة، المفروض احنا عندنا هذا الكلام وهذا الموضوع ان شحال مسنا وحنا نكروه، المفروض وصل الوقت وين خطاب علمي. انا نقول حاجة ممكن يخالفني فيها زي الحاج، وهي انه رانا نلاحظوا حتى غياب التنسيق بين غرف التجارة وغرف الفلاحة، غياب التنسيق بين مصالح التجارة ومصالح الفلاحة. والدليل والدليل نختم هذه، والدليل نعطي لك الدليل ليك وللمستمعين عامة، كل الدول يا سنويا تدرس شحال تحتاج من كميات كذا. احنا رانا عارفين غير البطاطا برك نحتاجوا 5 ملايين طن سنويا وخلاص، بربع ملايين 5 ملايين، ماناش عارفين السوق شحال تستهلك من طن تاع طماطم نتاع جزر نتاع سلطه. ما دام ماناش عارفين، انت كي تقول لي المنتوجات راهي متوفره في الحوانت قدامك، لكن ممكن الاجمالي حسبت شحال كاين من طن تاع طوماطيش، حسبت شكون اللي عنده الحساب شحال نحتاجوا من طن تاع سلطه، شكون اللي عنده حساب شحال نحتاج، غياب المعلومه، غياب المعلومات والدراسات في الجزائر. هذا هو اكبر مشكل، كميه المنتوجات اللي نحتاجها هو اللي ولد هذا الاضطراب وهذا الخلافات. كميه الاستهلاك باختصار فقط لأننا المستوردة وكمية البطاطا، هذا واش رانا عارفين طبيعة فاتورة الاستيراد. شوف أنا يا واش راه يقول الأخ كلام زين، اسمح لي على عجالة ويهدر سي مصطفى، قال لك لابد ما شوف لازمنا من كثرة الإنتاج، وعطى إن ريفيرونس عطى عينة قال وين قوى الإنتاج هبط ب 100%. أنا نقول لك السي بولون ورس الحاج، نهار اللي طلع الإنتاج وطلعوه الفلاحين وخدمنا بدون حساب، قال لنا ننتجوا الإفلاس كان إلا للفلاح. نعم. واحدة. اثنين، كي كنت تقول باللي عدم التنسيق، أنا من باب الأمانة فقط، أن البارح كنا مديرية التجارة تاع عين دفلة مع الغرفة الفلاحية، المجالس المهنية لمختلف الشعب، عقدنا اجتماع في المديرية تاع التجارة، تحضير لشهر رمضان، حددنا المواقع نتاع البيع المباشر، وعيطنا لي كونسي انتر بروفيسيون، قال تاع طماطم تجي تاع طماطم، عيطنا للحوم، اللحوم البيضاء، كل واحد جاء وطلبنا من وين هذه درتوها؟ في عين دفله. مليحه تجربه مليحه. اسمح لي. طيب اسمح سأعود لي. اسمح هناك تنسيق، هناك تنسيق مع الغرف التجاريه. عندي واحده اخرى نزيد نقولها للسيبرمان. واحده فقط برحمه الشيخ. باختصار. ولكن عندما نقولوا ما عندناش المعلومه اللي بزوا ريال تاعنا، احنا ماذا بينا اللي عندهم علاقه مباشره في التجاره واللي بزوا هو القطاع التجاري، هو اللي قلنا اش نستحق واش ما نستحق. طيب هذا في غياب الضبط، المنتجون يتحججون، التجار يبررون، هل المستهلك هو من سبب كل هذا؟ انا قلت لك عضو جانب بدايه، يعني نقطه صفر المستهلك هو. طيب. اللي كله خلينا نجاوب على بعض الامور حتى ما تكونش بعض المغالطات. لما تحدثوا على خطاب علمي، الخطاب العلمي لابد ان يكون على اسس علميه وعلى قواعد علميه. القواعد اللي ذكرتها اخ بولانوار لا يمكن تطبيقها في السوق الجزائري، لانه ارضيه السوق الجزائري لا يمكن
جاء النظرية اللي راك تذكر فيها. لما تقول لي انت كثر الانتاج يقوى المنتوج، معليش يهبط السوق، معليش كثر الانتاج يهبط السوق. نعطيك بعض الامثله. في 2016 الثوم كان هابط، في 2017 شحال حق الثوم؟ 200,000. في 2018 كيف راه الثوم باخ. مثلا باخ. او طيح. واش من قاعده علميه راح تطبقها اذا ما كانش هنالك ضوابط، واذا ما كانش هنالك يعني خطط طريق لاجل تحديد المنتوج الفلاحي وكميته. اذا هذه النظريه هذه باطله، لانه ما عندناش طونفين في الجزائر. نزيد لك حاجه واحده اخرى، يعني من بين الامور لما نهضروا على الانتاج والدوله راهي تشجع في المنتجين. هل تعلم باللي الاسبوع هذا فقط كاين بعض علامات الاجبال زادت ب 10% مثلا؟ ما هي الاسباب؟ هل ترى عرض وطلب؟ الدولة فتحت لهم كل المجالات لأجل الصناعة المحلية. قاعدة هذه كثر المنتوج وكذا، هذيك الهيه للأسف الشديد هنا ما كانش. هنا للأسف الشديد، خليني نكمل لك، للأسف الشديد وانت راك شفتها بعينك في مواقع التواصل الاجتماعي، كيكون السردين يرفضوا الكجوات يرموهم في البحر. هذه جريمة ولا ماهيش جريمة؟ باش تعرف بأنه قاعدة كيكون المنتوج تهبط الاسعار غير مطبقه في السوق الجزائري للاسف الشديد، لانه هنالك عوامل اخرى تتدخل في السوق الجزائري وهي اللي تخلي الاسعار ملتهبه ويعني مرتفعه. ظواهر شفناها. نعم هذه ظواهر شفناها، ظاهره السردين شاهدناها كانت موجوده. نزيد حاجه واحده اخرى عليها تحقيقات. نزيد حاجه واحده اخرى، ظاهره الحليب، توزيع الحليب كذلك كانت موجوده. كل هذه الظواهر. نزيد حاجه واحده اخرى، اذا نحن نتحجج انه يحلي لهم موالين جزائريين، نحن نتحجج بانه اللحم الجزائري لحم غالي لانه تكاليف تاعو غاليه، ولانه وكل تكاليف تاعها مدعمه من طرف الدوله. ايه ولا لا مثلا يخدع ولا لا واسمو الشعير وكذا من عند الدوله. ايه. من عند الدوله مدعم من طرف الدوله. دونك انا مثلا اذا خذينا هذه النظريه بعين الاعتبار، انا نسقسيك هنا تزاين نقدروا نزرعوا بينا مثلا ونزرعوا الكيوي وما يزرعش. إذا كانت تكاليف استيراد تاعو أقل من تكاليف الإنتاج تاعو وما راناش شايفين أفق، علاه ندير حاجة؟ إذا كانت هذه النظرية صحيحة، علاه ندير حاجة أنا نخسر منها الخزينة العمومية ونجوع المواطن الجزائري؟ أنا أعتقد أن هنالك إشكالات أخرى، ونعاود نرجع مشكل الضبط وللأسف الشديد، لأنه إذا حبينا المنتوج الوطني الأسعار تاعو تنقص وذلك العجز الناقص في السوق نجيبوه بمنتوجات مستوردة، لابد المنتوجات المستوردة تكون بالتكلفة الحقيقية. راني أعطيتك مثال تاع 40%، يعني اللحوم الطازجة المستوردة بين 2017 وبين 2018 من زيادة 40%. كيف تحب انت اللحم الجزائري يطيح؟ ما يطيحش اللحم الجزائري، لانه هنالك من يضارب في هذه اللحوم المستوردة من الخزينة العمومية. نعاود نرجع ونقول مشكل ضبط، وطالما منه ما كانش هنالك مشكل ضبط طيب فلن نخرج من هذه طيب الدوامة. طيب سيد مصطفى، هل تقرون بوجود عدم وجود مراقبة، عدم وجود محاسبة من أجل ضبط الأسعار؟ شفنا ظواهر تكلم على قضايا عدة شاهدناها ووقفت عليها كذلك حتى وزارة التجارة من خلال تصرفات لتجار، تصرفات لمنتجين كذلك كانت تصرفات. تفضل سي أمين. كنت حتوع المنتوجات كان قاعده راهي معمول بها كل دوله متقدمه. اسمح لي سي طاهر بولنوار، كاين مساله، عندك سؤال فقط. هل القواعد الاقتصاديه تطبق في الجزائر؟ نتكلموا على العرض والطلب لكن كلها القاعده لا متفقين على هذه، لكن ماشي متفقين على التفسير تاعها. ماشي معناتها كي ما عندناش قواعد ما نتعاونوش باش نضبطوها، ماشي معناتها كما قال سي زبدي ما عندناش قواعد اذا ما كنا نهضروا عليها. العكس، ما دام ما عندناش قواعد نتعاونوا باش نضبطوا القواعد هذه. كاين مساله حيويه الان، كل منتوج يندرس عنده نظام كما قال لورغانيزاسيون دي فيليير، نظام الشعب. حنا نظام الشعب نتاعنا غائب حتى في الذهنيات. كي نشوفوا منتوج نروحوا للحانوت خلينا نصيبوا 20,000، وعلاش غالي؟ في حين انه المنتوج تدرسوا في الانتاج، تدرسوا في التخزين، تدرسوا في التسويق، تدرسوا في نمط الاستهلاك، في نوع الاستهلاك. حنا غايب نروح مباشره قضيه للسعر. تعرف لو كان نبقاو الاسعار تاع المنتوجات دقيقه،
لو كان نبقاو الان في الحصان تاعك نتحدثوا على اسعار المنتوجات بلا ما نتحدثوا على نشرحوا مليح والواقع نتاعها قانون العرض والطلب وكميه الانتاج نديروا 20,000 حوار من القدام وما نوصلوش حل. لا نصل الى حل، لكن ماذا كيف تفسر ارتفاع اسعار موجوده في السوق الوطنيه؟ نعطيك مثال على المشروبات، على الاجبان بين ليله وضحاها. أعطينا تفسير سيد طالب النوار. أولا قضية تاع ارتفاع أسعار الأجبان بين ليلة وضحاها، ماشي اليوم، يوم 1 جونفي 2018 كل الأسعار ارتفعت. اسمح لي بالنسبة للأجبان اللي تكلم عليها اليورت اللي تكلم عليها سي زبدي ولا حتى بعض المشروبات ما زادتش في 2018 فقط، معناتها بمبرر نتاع منع المنتوجات المستوردة. سنة 2017 قبل منع هذه المنتوجات من الاستيراد بعض الأجبان والكثير من المشروبات زادت مرتين، زادت في بداية الصيف بحجة أنه عند المنتجين، بحجة أنه جاي الصيف طلب على المشروبات على العصائر وعلى الغازوز وكذا يزيد، إذا زاد، وزادت أيضا قبل نهاية 2017 وزادت هذه الزيادة. إذا الزيادة الآن ما عندهاش علاقة فقط بمنع المنتوجات المستوردة، هذا الأمر يعرفه المنتجون، يعرفه المنتجون تاع هذه الأنواع المشروبات والعصائر. أما أنتم كاتحاد تجار، أنتم الذين تمارسون التجارة، يعني هل ترى الدور تاع التاجر؟ هل ترى أسعار بين ليلة وضحاها من قبل المنتجين بدون أدنى الأسباب التي تحتم عليهم ذلك؟ ارتفعت أسعار المشروبات أعطيك أمثلة فقط لكي تعطيني تفسير. ارتفعت الأسعار قبل تطبيق قانون مالية 2018 بحجة ارتفاع أسعار الوقود، لكن ارتفعت قبل. شوف التاجر كان تجار الخضر والفواكه واللحوم يقضي يوميا من عند الممون، من عند الفورنيسر. بالنسبه للمواد الغذائيه، بالنسبه للمواد الغذائيه يقضي المتوسط والقضيان تاعو مرتين في الاسبوع، معناتها اربع مرات في الشهر. شوف اي تاجر في اي ماده سواء مواد غذائيه ولا اخرى كي يروح يقضي اليوم يدي الشاحنه نتاعو ولا السياره نتاعو ويروح للممون يقول له اعطي لي مثلا صندوق كذا ولا قنطار كذا ولا كذا ويقول له زدت بدينار، هو يروح للمحل تاعو يزيد بدينار. لو كان يروح ليه ويقول له نقصت بدينار، هو يروح ينقص بدينار. اذا التاجر منطقي. دخل له في الاسعار منطقي، هذا منطقي، التاجر يعني عنده هامش ربح يقضي ويجي، هذا منطقي وهذا حق التاجر، هذا منطقي. تحدي واحد اخر، شوف لو كان اليوم هذو المنتجين اللي يتكلم عليهم سي زبدي منتجي المشروبات والعصائر، لو كان اليوم العشيه يتخذوا قرار قال ابتداء من الغدوه هم رايحين ينقصوا 10 دنانير، تاكد 100% باللي غدوه من ذاك كل التجار رايحين ينقصوا 10 دنانير. طيب هذا حق التاجر، هذا حق التاجر عنده هامش ربح، هذا حق التاجر، لكن انتم تقرون بزيادات في الاسعار كل اسبوع. اعطيت مثال زيادات كاين الناس اللي ممكن ما يعرفوش واش معناتها تاجر ولا تجاره. المتضرر من بين المتضررين الاولين من الزيادات هما التجار لسببين، لان كي تزيد الاسعار عن التاجر يقول لك انا التاجر، انا كي تزيد الاسعار الطالب تاع الزبائن على المنتوج هذا راح يقل، وتاجر خاصه تاجر التزيئه الفائده نتاعو في الكميه الكبيره كيبيعهم. اذا المتضرر الاول من الزياده هو التاجر. وكذلك يقول لك التاجر اسمح لي، التاجر ما خلينش المضارب ولا المحتكر، التاجر الحقيقي يتمنى الاسعار تنخفض بدرجه كبيره، هو اللي يتمنى الاسعار تكون منخفضه. طيب سي مصطفى الزبدي سعود لك الحاج جعلان، هل حمله مقاطعه جديده تلوح في الافق من قبل الجزائريين خليها تفسد خلال شهر رمضان، هل يمكن ان يكون هذه الحمله السلاح الوحيد للمستهلك الجزائري؟ لا شوف هي لا حتى ما ندخلوش في العشوائيه، لانه اي حمله لابد ان تكون مدروسه وتكون عندها ضوابط ولابد ان تكون تجاه منتوج معين. اما ما نراه حاليا يعني خليه زنجر خليه يفوح، هل حملات المقاطعه هي سلاح المستهلك الجزائري؟ هي هو هذا هو السلاح. ما عندوش مستهلك الجزائري واش راح يروح يهضر مع التاجر ولا راح يهضر مع المتعامل الاقتصادي ولا صرخه المستهلك الجزائري هي في قام مقاطعه المنتوجات بطريقه منتظمه بطريقه يعني حضاريه. ولكن لما نسمع الاخبار النوار يقول لك المتضرر من الزياده هو التاجر، راهو قالها، قال لك هو يزيد دينار نزيد دينار، مانيش عارف الضرر هذا، مانيش عارف الضرر هذا اللي يطيح عليه من السماء.
هو يزيد والاخر يزيد. وانا واش دوخني انه الاخ ممثل التجار يدافع عن المنتجين يقول لك لا لا زادوا من قبل. وين زادوا من قبل؟ عندك لائحه زيادات، عندك لائحه زيادات نتاع من قبل. انا شنو نقول لك حاجه، هل تعلم هل تعلم انه الوزير السابق قدم شكوى الى مجلس المنافسه حول الزيادات العشوائيه في بدايه جانفي 2018؟ ما تعلمهاش يا اخي، تعلمها كاين امور خطيره خاصه ما تعلمهاش، علاش كاين امور خطيره؟ لانك راك بعيد عن الواقع. مانيش بعيد عن الواقع، حنا اللي عايشين في الواقع. حنا راك تهضر لي على نظريه السوق وما السوق، هذه نظريه عكل عليها الضوء. طيب هذه نظريات اوروبيه كي يكون عندها وسائل التنظيم ووسائل الضبط، ماهيش نظريه هنا بين عشيه وضحاها. حنا على بالنا باللي اسبوع قبل رمضان الناس دوك طلع الريدو كل الخضر والفواكه اللي راك تشوف فيها كاع راح تزيد. ومن بعد واش من نظريات؟ واش من نظريات تعطيني؟ تعطيني نظريات سوق الخضر والفواكه. اسمع ما تخافش، ما تخافش، اسمعني اسمعني نقول لك جيب منش خايف. على بالك باللي الخطاب نتاعك سبب من الاسباب ارتفاع الاسعار عند الناس اللي يسمعوا. لا لا انتوما كل سنه كل سنه حامله راهي راقده راهي مليح ويدخل اول اول نوفمبر دوك يديروا بيان. لا لا اضطرابات خلال اسبوع 10 ايام، يعني كان من الشعب راهي اسبوع 10 ايام اتكواو خرجوا دراهمكم خرجوا الصره اللي عندكم. يا اخي الكريم ماناش حابين نحكوا لهذه الدرجه. هو اين الضرر؟ هو قال لك اعطاك التحليل منطقي يا سي طارق بولنوا، قال لك انك ترفع دينار يرفع دينار انت ترفع دينار، اين اين الضرر لدى التاجر؟ كيفاش اي ضرر؟ من المتضرر هو المستهلك. انت كيفاش تحب؟ تحب الممول يرفع دينار اللي هو هامش ربح تاع التاجر والتاجر ما يرفعش، هكذا تحب؟ على بالك الاغلبيه تاع التجار اللي راحوا للسوق الموازيه علاش؟ لانهم متضررين من هذه. يغلق المحل تاعو، يحبس السجل تاعو، لان واش يقول لك؟ يقول لك عندي تكاليف، تكاليف، المحلات التجاريه اللي يكريها ولا يشريها، على بالك كل عام ثلاث سنين يزيد المحل مليون و500 الف. على بالك بلي العمال الان كل عام عامين يقولوا زيد لي 200000 في الشهريه ولا روح. على بالك بلي تكاليف النقل، وعلى بالو سي زبدي تكاليف النقل الكهرباء زادت في عامين شحال. اسمع لي انت تحب التاجر تقول له زيد لك ناحيه مش ربح تاعو، ما له يقول ايه. المشكل ليس في دينار، زياده بدينار ترتفع بزيادات بخمس دنانير. روح المركز سجل تجاري، روح المركز الوطني سجل تجاري، روح للاداره قل لهم الاغلبيه تاع التجار اللي راهم يجوا ليكم يوقفوا يجمدوا النشاط التجاري تاعهم. علاه؟ يقول لك لانهم تضروا من ارتفاع الاسعار. اذا التاجر متضرر من ارتفاع الاسعار. سيد اولا باش اليوم رانا يعني رايحين نخاطبوا الشعب الجزائري على التوقع نتاعنا سيدنا رمضان ان شاء الله، مش بالطريقه تاع مواجهه. أما نظن بلي لابد نخرجوا بحلول ونقولوا للشعب الحقيقة حتى ولو كانت مرة. حاج طاهر جعلان، الحاج جعلان، خليني نقول السبب الرئيسي الحلول لم نجدها. أنا نقول لك متوفرة لا تملكها. أسمع. لا أحد يملك الحلول لا. السحرية من أجل تخفيض الأسعار. هناك مضاربة، هناك مضاربة من قبل الجميع مثل ما يقول محللون، يقول أنه الفلاح يبزنس، التاجر يبزنس، وهناك اتهامات كذلك حتى للمستهلك الجزائري أنه يقتني أو تغيب عنه ثقافة استهلاكية. صلي على النبي. تفضل. شوف ما ندافعوا حتى على إنسان، وانا نعطيك واحد المعلومه برك نقولها لك. الانسان نهار اللي يدوه للمقبره الكفن ما فيش الجياب اللي راه باغي يدرك على الناس، ولكن الوقائع نقولوها. نتكلم لك غير اسمح لي، نروحوا للحم. علاش الدجاج مره يفلسوا المربيين ومره يطلع كما كان يقول الاخ ب 37؟ لانه كاين تقصير في المستثمرين اللي يديروا ستوك، اللي يديروا التخزين نتاع النيجاتيف. لو كان عندنا مستثمرين مشاو مع القطاع الفلاحي ويدير لك لو ستوك نيجاتيف، ستوك نيجاتيف تعرفوا شنو هو؟ التبريد السلبي. غدوه الدجاج 17000 ولا 13000 ما ينقاسش، يروح يتخزن عند مستثمرين ويعاود يخرج في الفتره اللي يكون ناقص. هذه وحده. اثنين، نفس السيناريو على اللحوم اللي واحد الوقت الموالة كيبداو يبيعوا فيه وغير يحوس يبيع 20 حاجه باش يروح يبيعوا فيه باطل. كانت تكون مخازن التبريد تاع النيجاتيف وليزاباتوار اندستريال ويدس هو اليوم عوض لي نمشي للخارج نجيب تاعنا من الجلفه ولا من الغواط ولا من المناطق السهبيه. نقص في الاستثمار واللي راه لك البلاد وما خلاهاش تقبض براستها. او قالها درك اخويا، قال لك السوق الموازيه، السوق الموازيه لا يتحكم فيها احد. الناس اسمح لي رحم الشيخ هدروا رانا نتكلموا. شوف في ذل كل هذا سيد الحاج، اسمح لي نزيد نروح لحاجه. واش قال خويا مصطفى؟ لازمنا نفرقوا ما بين الرقابه الاداريه تاع المنتوجات المدعمه
الحليب والخبز الدولة تتبعوا لأنه دراهمها محطوطين. اليوم وزير الفلاحة غلق ربعة وراه العملية زايد جاية لأنه تورطوا ناس يبيعوا في الحليب اللي يروح حتى 25 دينار للمواطن انصاب يروحوا به يديروا به حوايج أخرى صح. راهم ربعة بلعوهم ربما كاين متابعات أخرى وكاين ملبنات أخرين راهم رايحين في الطريق لأنه رزق الدولة رايح للشعب صابوه رايح الجافرة. نفس الشيء على الحبوب ولكن أنا حبيت نقول حاجة واحدة باش نحي هذا الشجار باش إلا لتهدئة النفوس. شوف الفلاح حنا التجار حلفائنا ولوك ما يكونش المواطن حنايا ما ننجموش نبيعوا رزقنا. إذا نحنا حاجة واحدة لازم نديروها والله ما يصرى حاجة في رمضان إلا الثلاث أيام الأولى وفي كل شيء في متناول الناس. أنا ما نتكلمش على المكسرات اسمح لي السؤال. أنا ما نتكلمش على المكسرات وعلى الكماليات كماليات هل تتوقع أن تكون الأسعار منخفضة أو في متناول المواطن الجزائري؟ أغلب المنتوجات تكون أسعارها معناتها جد معقولة معقولة. سؤال أخير. أغلب المنتوجات خاصة المواد الغذائية. سؤال أخير سي مصطفى زبدي رئيس منظمة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، هل تتوقع أن تكون الأسعار مثل ما طمأنت به الحكومة؟ لا نحن نتمنى بطبيعة الحال يعني ما كان حتى إنسان يحب أن الأسعار يعني تكون مرتفعة. نتمنى ذلك ونطلب من المواطنين راح يديروا حملة حول ترشيد الاستهلاك حول التعقل، ولكن أنا انتفضت لأنه لابد أن لا ندافع عن زيادات تاع القطاعات الأخرى. يعني الإنسان يحليله حتى التاجر يحليله، نحن ندرك يعني المآسي التي يعيشها، ولكن الزيادات أننا نبررها يعني على جال المتعاملين الاقتصاديين. أخي الكريم بعض المنتوجات واللي كنا نصفقوا لها يعني والتي كانت في قائمة الممنوعات لدفع المنتوج الوطني كلها زادت. نعطيك الكاطو، نعطيك الشيكولا، نعطيك الطون، نعطيك الأجبان، وعلاه هذه هي لما تحدد لك الضبابط. المقاطعة يمكن أن بطبيعة الحال تحيد مقاطعات لأنه هذه هي السلاح الوحيد للمواطن الجزائري. شكرا جزيلا سيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده. الشكر كذلك للحاج جعلان رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلة، كذلك الشكر للحاج طاهر بولن ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على كل هذه التحاليل. الشكر لكم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.